مستني استئناف بطولة الدوري الممتاز. طيب عشان ما اطولش لحضراتكم، عشان بقول لحضراتكم يعني ايه، بسم الله ما شاء الله معايا ثلاث ورقات كبار جدا فيهم كلام لصالح جمعه، فاحنا اختصارا للوقت يعني علشان خاطر نقول لحضراتكم كل الاخبار، هنجيب لحضراتكم الفيديو صوت وصوره من خلال ان شاء الله شغلنا في الحلقه مع ضيوفنا، مع كابتن عمرو الحديدي او مع الناقد الرياضي الاستاذ احمد عويس. لكن دلوقتي هتكلم معاكم عن موعد انضمام الدوليين لمعسكر المنتخب. اللعيبة الدوليين طبعا موجودين حاليا في معسكر النادي الاهلي، لكن ان شاء الله هيغادروا يوم الحد على ما اعتقد علشان يكونوا موجودين مع المدير الفني اللي هينضموا للمعسكر ان شاء الله يوم الثلاث، وهم طبعا احمد فتحي والشناوي ومحمد هاني ومحمود وحيد ورامي ربيعه وايمن اشرف وعمرو السوليه وحمدي فتحي ومحمد مجدي قفشه وحسين الشحات. البعثه زي ما بقول لحضراتكم هتسافر ان شاء الله يوم الاحد اللعيبه الدوليين، لكن النادي الاهلي هيكمل لحد يوم الاربع علشان تعود البعثه من جديد، و يعني النادي الاهلي يستعد بدون الدوليين سواء للاولمبي او للاول، يستعد من غيرهم، لكن طبعا نتمنى التوفيق للمنتخب الاولمبي اللي ان شاء الله البطوله هتبدا يوم 8 نوفمبر ومن بعدها المنتخب الاول لتصفيات المؤهله الى امم افريقيا 2021. الاهلي يوجه الشكر لنادي شباب اهلي دبي. كابتن سالم حفيظ المدير الكره بالنادي الاهلي وجه الشكر لاداره شباب اهلي دبي على استضافه تدريبات الفريق خلال المعسكر التدريبي الذي يقام حاليا في الامارات لمده اسبوع. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان دوله الامارات العربيه الشقيقه هي دوله يعني شقيقه جدا، وكلها يعني بتحب المصريين وكلهم بيساعدوا المصريين بشكل عام، والنادي الاهلي بشكل خاص دايما بيكونوا مرحبين باي حد يكون من طرف النادي الاهلي. وزي ما حضراتكم عارفين نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي دايما سواء في المجال الاعلامي او في المجال الرياضي لازم يكونوا موجودين او بيحبوا يكونوا موجودين في دوله زي دوله الامارات بشعبها بامكانياتها بروحها الحلوه بقربها حتى من مصر في المسافه. علشان كده بقول لحضراتكم طبعا الاهلي بيوجه الشكر، واحنا بنوجه الشكر لدوله الامارات بشكل عام وايضا لنادي شباب اهلي دبي بشكل خاص على استضافته لمعسكر النادي الاهلي. لسه مكملين مع حضراتكم الاخبار، و حسين السيد زي ما حضراتكم عارفين حسين السيد بعد ما خلصت اعارته في السعوديه بينضم للنادي الاهلي، لكن لحد الان ما كانش بيلعب او ما لعبش مع بدايه الدوري، وكان زي ما حضراتكم عارفين كان بعيد شويه يعني بدنيا عن النادي الاهلي، لكن طبعا جات له اصابه كمان بعد ما كان جاهز في الفتره الاخيره بدنيا. لكن حسين السيد بيخضع الى فحص طبي جديد علشان نعرف مدى الاصابه او نعرف مدى مشاركته مع طبعا يعني حسين. طبعا زي ما بقول لحضرتك او زي ما بقول لحضراتكم ان حسين طبعا خضع لفحص طبي قبل انطلاق المران، والفريق طبعا اتمرن مساء اليوم ده كان للاطمئنان على حالته بعد تعرضه لكدمه في مران الامس واللي ادت الى تورم خفيف في الركبه. حسين طبعا واحد من اللعيبه المهمه والمميزه، واحد من افضل ظهراء الجانب الايسر في مصر، تالق في الدوري السعودي، لكن عدم تنسيق الدوري المصري مع الدورات المختلفة بشكل عام في الموسم الماضي، وان الموسم السعودي انتهى قبل الموسم الماضي، وان ما ينفعش لاعب يلعب في موسمين في نفس السيزون. وبالتالي حسين السيد لما رجع من السعودية لمصر فضل مستني شوية، ففضل بعيد شوية عن الفريق وعن الماتشات الرسمية، وبالتالي لما رجع بحمل بدني أعلى بعد راحة سلبية أطول، حصل له بعض زي ما حضراتكم شايفين ممكن يكون بعض الارهاق البدني، بعض الكدمات من خلال عايز يثبت نفسه في التدريب بشكل اكبر، عايز يلعب، عايز يشارك. فرصه جات له علشان خاطر اللعيبه الدوليه ما تكونش موجوده، فيعرف مستر فايلر قدراته وامكانياته ويرجع تاني لمكانته الطبيعيه سواء مع علي معلول او مع محمد او مع محمود وحيد. لكن طبعا الثلاث لعيبه كلهم على اعلى مستوى، مدير فني ليه حق الاختيار الاصيل في اختيار لاعب اللي يكون اساسي ايا كان مين اسمه، لكن اي لاعب يكون موجود لازم يكون لاعب على قدر المسؤوليه ويكون لاعب يتمتع بصفات وشخصيه النادي الاهلي. حسين السيد ان شاء الله زي ما بقول لحضراتكم ان شاء الله يعود قريبا، لكن حسين خرج قبل نهايه المران بصحبه الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، وخضع لفحوصات طبيه، وعلى ضوء نتائج الفحص الطبيه ان شاء الله هيتحدد فرص مشاركته في المران الجماعي. زي ما في تدريبات في الملعب في تدريبات بره الملعب، والتدريبات اللي بره الملعب بتكون دايما في الجيم.
ففي تدريبات في الجيم للاعبي النادي الاهلي صباح اليوم. النهارده كان في تدريبات في جلسه الجيم صباح اليوم في فندق الاقامه بمدينه دبي، وده ضمن البرنامج اللي حدده مستر ريني فايلر المدير الفني السويسري للفريق. النادي الاهلي بيؤدي مرانه المسائي بشكل منتظم على ملعب نادي شباب اهلي دبي، واللي بيركز فيها الجهاز الفني على تدريبات الكره بشكل اكبر. في الصبح في جيم، وبعد ظهر في كوره علشان يكون في حمل بدني صباحي وحمل فني مسائي. طبعا المعسكر زي ما بقول لحضراتكم فيه 25 لعيب، بيغيب فيه 4 لعيبه بسبب انضمامهم لمنتخب مصر ومالي. سواء طبعا مالي بنتكلم على اليو ديانج عشان ما حدش يقول مصر ومالي، طب مالي مالها؟ لا مالي طبعا يعني النادي الاهلي موجود فيه لاعب من المنتخب الاولمبي المالي هو اليو ديانج اللي هيشارك ان شاء الله في مجموعه مصر في بطوله مصريه على ارض مصريه ان شاء الله، بطوله الامم الافريقيه المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020، البطوله تحت 23 سنه. تدريبات منفرده وبانيكل يقود المران البدني. طيب تعالوا بقى نعرف ايه التدريبات المنفرده للحراس. تدريبات منفرده لحراس المرمى وبانيكل يقود المران البدني. كان في فقره بدنيه مطوله تحت اشراف توماس بانيكل مخطط احمال الفريق، راجل بيشتغل على اعلى مستوى، راجل اكيد زي ما حضراتكم شفتم المعدل البدني للفريق الاول بالنادي الاهلي بدا ان هو يزيد، وبدا ان هو بسم الله ما شاء الله حجم الاصابات يقل. محدش بس يقول يا جماعه ملعب مختار التتش واصابات اللعيبه بتيجي عن طريق الحمل العالي البدني. لو نرجع بالذاكره كده لورا، كابتن حسام غالي جاله صليبي في اليابان، في اليابان احلى ملاعب واحسن ملاعب في العالم، فمحدش يقول ملعب التتش. دايما الاصابه قضاء وقدر، وكل واحد اكيد مكتوب له ايه هيشوفه. لكن راجل توماس بانيكل راجل مخطط احمال بدني على اعلى مستوى، دايما بيعمل عمليه تواصل ما بينه ما بين اللعيبه وبين المدير الفني علشان يبقى عارف قد ايه دي اصعب يا جماعه شغلانه، عشان بس نتكلم دي اصعب شغلانه موجوده في الجهاز الفني كله. راجل دلوقتي بيبقى عارف مواعيد الماتشات كل صغيره وكبيره بيكون عارفها، علشان يكون عارف كمان كل لاعب. يعني تخيلوا حضراتكم المعد البدني ده بيعمل ايه. طيب راجل المعد البدني بيكون عارف مواعيد كل الماتشات، ولازم يحسب كل الايام اللي موجود فيها راح، ولازم يكون عامل قياسات من اول الموسم علشان يعرف الفروقات الفرديه اللي موجوده بين اللعيبه بينها وبين بعضها. لما يعرف الفروقات الفرديه يبدا يحط البرنامج الحمل البدني بتاعه. طيب الحمل البدني هل هو ليه علاقه بالماتشات الرسميه؟ هل ليه علاقه بالماتشات الوديه؟ عايز اقول لحضراتكم ان حراس المرمى بيكون له حمل مختلف عن اللعيبه اللي بيلعبوا، وان اللعيبه الحمل البدني بتاعها ممكن يكون داخل فيه ماتشات وديه، وان الماتشات الوديه لازم يكون ما بينها وبين الماتشات الرسميه عدد ايام راحه معينه، وان الماتشات الرسميه بينها وبين بعضها لازم يكون ما بينها نظام مختلف ومعين. اللعيبه اللي تلعب الماتش تاخد حمل بدني محدد، واللعيبه اللي ما بتلعبش الماتش تاخد حمل بدني محدد. وبالتالي الامور صعبه جدا، لكن توماس بانيكل واحد من المدربين الاحمال المميزين جدا، وطبعا يعني ماشي برنامج